السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، مرحبا بكم على قناتكم قناة عبد الكريم قريش لتعلم المعلومات. في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نعرف ان شاء الله كيفاش نكريو ان جيميل، يعني كيفاش نكري واحد الجيميل ديالي او واحد الايميل ديالي بطريقة بسيطة ان شاء الله. فقط تابعونا الى الاخر. تدخل جوجل او الموزيلا او اي موتور ريسيرش، يعني اي محرك بحث ديال الانترنت، تطبي فيه الفوق هنايا جوجل بهذا الشكل هذا، تيطلع عندك بهذه الواجهه هذه. تجي لهنايا الفوق هنايا تتكليكي على جيميل، ها هي. ولا ما طلعت عندك تيمكن لك تكتبها الفوق، تكتب www.gmail.com وغيعطيك بهذا الشكل هذا. تجي تتكليكي هنايا كريي ان كونت، تجي هنا لهاد بور مون يوزاج بيرسونيل، تكليكي لها. تطلب منك هنا الاسم العائلي، الاسم الشخصي والاسم العائلي، البرينوم و لونوم. طابي اي حاجه بغيتيها، انا غنكتب انفو وغنجي نكتب هنايا انفو، بشرط انه اذا كان هاد الايميل اللي بيتقاد انت او هاد الجيميل اللي بيتقاد بغيتو يكون جيميل شخصي ديالك وبتتعامل معاه تتعامل به مع الناس، حاول تدخل المعطيات تكون ديالك اكزاكت. مباشره ملي دخلت الاسم الشخصي والاسم العائلي، يعني البرينوم او لونوم، عطاني اوتوماتيكمون جوجل حاول ياخذ ليا هاد الاسم، هاد الاسماء هادي دمجها واعطاني انها تكون هي الجيميل ديالي. انا غادي نحاول ملي تعطيك هكذا، يعني ما فيهاش الكولور الاحمر، يعني راه مقبوله، غير شي حاجه مثلا نقص غير حرف هنايا، نقص هاد 8 مثلا ونكليكي برا، غير سطر عليها بالاحمر، يعني قال لك ما مقبولاش، يعني هاد السميه هادي ديجا مسجله عنده. غادي نزيد لها انا شي حاجه، نزيد لها مثلا 8 مثلا، نكليكي لها غتقبل. انت كتب الاسم ديالك ولا الى هو مقبول خليه، ما مقبول زيد عليه شي حرف شي رقم شي اشاره حتى يعطيك هكذا وخليه، يعني ما يكونش بالاحمر، الا بالاحمر راه ما مقبولش. تتنزل المود باس هنايا، تطبي المود باس اللي بغيتي، غنطبي المود باس حروف ولا ارقام بحال بحال، حتى هو الا كان بالاحمر راه ما يتقبلش. تجي هنا عاوتاني تتكونفيرميه في هذه الخانه الثانيه، تدير ليه كونفيرمي، نفس المود باس اللي كتبتي هنايا هو اللي غدير هنا. الا عطاتك شي حاجه بالاحمر راه ما مقبوله، والا بقى هذا الشيء كله هكذا بهذا الكولور هذا سيتادير راه الامور مقبوله. كتبنا الاسم العائلي الشخصي، هنا تحطني الاسم ديال الجيميل ديالنا، كرينا المود باس اللي بغينا، غنديرو سويفون. ملي تنديرو سويفون تيطلب ليك تدخل النمره ديال التليفون اللي بغيت تبقى دائما تعمل، اللي بغيت تنشا به هذا الجيميل هذا. وتنصح كل واحد انه يدير النمره ديال التليفون ديالو اللي ما تيبدلش، لان نهار تيكون عندك شي مشكل في الجيميل تيمكن لك تستعن بهذا الهاتف هذا وتجيك رساله تتحل لك المشكل ديالك. غنطبيو النمره اللي بغينا نديرو، غنطبيها ديريكت 06 بالنسبه لنا حنا المغرب هكذا تنكتبو، كل واحد فيكم يكتب على حسب الدوله ديالو. من بعد ما تنطبي هنايا الرقم ديال الهاتف ديالي، وتتكون تختار هنا الدوله ديالك، حنا في المغرب اوتوماتيكمون تطلع عندك هكذا، تطبي النمره ديال الهاتف ديالك اللي غيجيك فيها الميساج دابا، غدير سويفون. تتسنى هنا غتوصل كما تسمعوا بواحد الرساله تجيك في الهاتف ديالك، وتطبيها هنايا دوك الارقام اللي جاوك. هذوك الارقام تيكونوا متبوعين بواحد الحرف سميتو جي كما تشوفوا بحال ما هكا، غير للاشاره هذا الميساج هذا المده باش وصلك والمده باش بغيت طابي هنايا ما تكونش طويله، يعني ما تفوتش واحد الدقيقه راه ما تلاش غيتقبل منك هذاك الميساج. من بعد ما تطبي الكود اللي جاك تدير فاليدي، تيطلع عندك التليفون هنا تيطلب منك تدخل السن ديك التاريخ اللي الازدياد ديالك هنايا، تطبيه الا كنتي قلنا ايميل ديالك صحيح تطبيهم صحاح، كنتي دابا هكا تدير انتيس تديرهم عشوائيين. هنا النهار فين تزدتي لو جور، وهنا لو موا تختارو، وهنا تطبي السنه اللي تزدتي فيها. من بعد ما تدخل النهار والشهر والسنه تنجي تختار فام، اللهم الا كنتي امراه تتحت الله يعني انت تختار فام، كنت ذكر تختار ام، انا نختار دابا ام،
وغندير سويفون. غندير وي جاكسبت. غنهبط بلا السوري حتى يلتح وغندير جاكسبت. تتسنى واحد شويه تيتفتح لك الايميل ديالك كما تتشوف امامك على الشاشه. وهنا تتكون هذه هي الايميل وها هي البواط دي ريسيبسيون فين تيجيك الرسائل. واحد الميساج تيجيك من ليكيب هو ديال جيميل. داكوغ. هنا الى بغيتي تكتب شي رساله شي جيميل بغيتي تصيفطو لشي حتى تجي هنا تتكليكي على نوفو وتجي تطابي هنا الادريس الالكترونيك ديالو. وهنا لوبجي يعني تتكتب فيه السميه ديالك ولا السميه ديال داك الموضوع اللي بغيت تهضر له علو. مثلا رساله كذا ولا رساله كذا. المهم لوبجي الموضوع. وهنا تتكتب الرساله اللي بغيتي تكتب له. غنكليكي نتحيد هاد الميساج هذا. هنا قلنا تتكتب الادريس الالكتروني ديال داك الانسان اللي بغيتي تصيفط ليه. وهنا تكتب لوبجي. وهنا تكتب الرساله اللي بتكتب ليه شي موضوع ولا شي حاجه. واذا بغيتي تصيفط ليه شي حاجه يعني من هذا الايميل يعني شي صوره ولا شي حاجه تتجي لهنا لهاد الجواند غادي وغادي تختار الصوره فين عندك في البيسي ديالك تختارها وتصيفطها. ملي تتسيري تحدد كلشي تدير انفوي. ولا كان عندكم يعني شي طلب ولا محتاجين شي امور في هادشي ديال الجيميل يعني كيفاش تصيفط ولا كيفاش ندير لكم عليه درس فقط. اليوم كان عندنا الدرس عنده علاقه غير كيفاش تكري ان جيميل. هذه هي الطريقه باش تكري الجيميل ديالك وتنتمنى تكونوا استفدتوا فيها. ودائما الى فتحتي الجيميل ديالك في شي بيسي ديال شي حد اداره ولا على برا يمكن لك انك تجي لهنا تكليكي هنايا وتدير ليه سو كونيكتي. ما تخليش لان الا خليتيه مفتوح غادي يطلعوا لك الناس على المعلومات ديالك. يعني هذا تنقول الا فتحتي في شي حاسوب على برا يعني ديما خصك دير ليه سو كونيكتي حتى يرجع لهذ الوضعيه هذه ديال ان يجيب يتخلي شي حد غيطلب ليه المود باس. داكوغ. ودائما الا فتحتوا الله يجزيكم بخير الجيميل ديالكم في شي بيسي ديال شي حد ودخلتوا المود باس وطلعت عندك واحد الرساله هنايا ديال واش بغيتي تسجل هاد المعلومات في هاد الحاسوب ما ديرش اونغيستري دير انولي ولا سد بديك الكروال اللي تتكون الفوق باش دوك المعلومات ما يتسجلوش في داك الحاسوب. في الحاسوب ديالك ماشي مشكل يعني تتسهل عليك انك ما يبقاش يطلب لك المود باس وداكشي. ولكن في حواسيب ديال ناس اخرين ولا في الاداره ديالك ديما ما ديرش اونغيستري باش ما يبقاش داك الايميل ديالك اللي جاي كليكي عليه يتفتح. نتمنى تكون واصل الرساله ان شاء الله. وما تنساوش تضغطوا على زر لايك تشجيع القناه وبارطاجوا المحتوى مع الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.